كبة الشوربة وكبة العربانة. الشوربة تختلف عن العربانة. العربانة راح يكون قوي فيها حشوة حسب ما تحبون، أنا أحط فيها رمان. لكن الشوربة في لها ثلاث وصفات. الحين معاي الوصفة، وصفة رقم واحد للي خذوا مني كبة الشوربة: بصل مبشور، كركم، فلفل أسود، أبهار اللحم، ليمون، معجون طماط، ثوم، وزنجبيل. طبعا فلفل حار حسب الرغبة. أول شيء لازم تطلع من الثلاجة قبلها بعشر دقائق، أما الشوربة دايركت في الشوربة. كبة العربانة شوفوا لازم شوية تطلع من الثلاجة قبلها بعشر دقائق. حط البصل بشوف. بسم الله. راح نحط الزنجبيل مع الثوم لما يتحمر كله، ونحط بهاراتنا مع الليمون الأسود لما تطلع الريحة. نحمس. إذا كان عندنا ماء دياي أوكي، أو بودرة الماجي أنا ما أحب أستخدم. إذا كان عندكم ماء دياي سلق أو ماء اللحم يطلع بعد أربعة. حطينا معجون الطماط، ولازم ينحمس معجون الطماط عدل. أنا بصلة كبيرة، أربع فصوص ثوم، شريحتين من الزنجبيل، الليمون اختياري. حطيت هني أربع ليمونات عصير. راح نحرك. يا تزيدونها ماء مغلي أو إذا عندكم ماء دياي أو ماء لحم تخلون في الماء المغلي. نخلي من الفريزر، شوفوها دايركت مو نفس كبة العربانة. راح نبدأ هني، راح نقط أول واحدة بالاتجاه هذا، تطبخ بروحها عشان ما يلزقون. نقط اليمها عشان كل واحدة تنفصل بروحها. مع كل قطة وقطة تعدون لعشرة. القطة الثالثة القلي، الدهن لازم يكون عالي. راح نوخره من على النار. بسم الله. وراح ناخذ شذي اي قفشه. بسم الله. ترجعون تقطون الثانيه النار عاليه. بسم الله. وخرتها من على النار، الحين ارجع مره ثانيه على النار. ما زالت النار عاليه، ما اقط واحده ورا بعض لما اشوف هاي تفور. فارت. راح نقط الثالثه، ما نقطهم مع بعض، راح يبرد الدهن ويلزقون. بس تفور الرابعه راح اقصر على النار عشان تفتش من داخل. وهالطريقة هذه إذا خليتوها على نار عالية، وعلى النار راح تحترق من برا ومن داخل ما تستوي. شوفوا حبة بحبة، خلوها الحين على نار عالية تطبخ. نحط اثنين في تنعض تكون شذي. شوفوا، وحسب ما تبون اللون، حسب ما تبون اللون. عندكم طريقتين للقص، إذا حبيتوها تقصونها بالجنب بالطريقة هذه تحشونها رمان تصير. شوفوا تصير، شوفوا اللحم. إذا حبيتوا تقصونها بالطريقة هذه بعد تصير، وإذا حبيتوا تاكلونها بدون رمان بعد تصير. شوفوا شوفوا اللحم. تقدرون تحطون داخله دبس، هذا طبعا دبس أنا مسويته أوكي، أو الدبس العادي اللي طبعا اللي هو موجود التجاري. تقدرون تحطون داخله بعد رمان، وتقدرون بعد تحطون داخل رمان مع دبس، ما في مشكله. تقدمون حبه بالصحن وترشون على شيء دبس. شوفوا يعني اختيارات عندكم. اذا مسويته عجيب. عليكم بالعافيه زبايني، طبقوا وصفه. بسم الله. طم فيها الكبه، يعني ما يحتاج تحمسون كل يوم. نفس المرقة اللي تزيد ترجعون تقدرون تطبخون فيه. هذه طبعا نكسر بوديها حق ناس ويقولون رايهم الحين. اوكي شوفوا الشوربة الزايدة تقدرون تخلونها الباكر او عقب باكر، وتقطون فيها الكبة عادي الحين. وانتظروني بالوصفتين القادمتين للشوربة، وخاصة كبة حامض شلغم. هذه الوصفة الأولى، انتظروا الوصفة الثانية. شيف عايشة كبة باللحم والرمان، ما شاء الله يعني مبين ان الشغل تبارك الرحمن مرتب ونظيف. الصوص مالها خل اذوقها. صراحة خيال. شوفوا اللحم مبين شغل فرش ومرتب، يعني حمسة اللحم لذيذة.
اطلبوا منها يا جماعة، والله انصحكم فيه. مساء الخير، مساء الانوار. الوصفة الثالثة لكبة الشوربة، وصفة احنا مثل اعطتكم وصفتين، الحين هذه الوصفة الثالثة. الوصفة الثالثة راح اجيب نص كوب من العدس، نص كوب عليه كوبين من الماء. بسم الله. بصل، حبة ثوم، كمون، واخليه يطبخ. لما احسه شوية انهرى مستوى، بعد ما يبرد العدس راح نطحنه. شوفوا قوامه، ولازم يكون خفيف. شوفوا هذا قوام العدس. حط شوية زيت، اي زيت تبون، زيت زيتون. انا حطيت اللي هو زيت عادي النباتي. عندنا مقاديرنا بصل مبشور، ثوم مع زنجبيل، شبل، كزبرة فريش مطحونة طبعا، اللي هو عندكم فلفل اسود وكركم. راح ياخذ كل المقادير مع بعض، كلهم مع بعض. حطوا كله مع بعض. اخذ الشعرية رقم ثلاثة، حمصها معاهم، تطلع لي حتى تيمم. شوف، احمص الشعرية معاهم. تاخذ التحميصة مع رائحة الخضرة. يقولون تحميصة الشعرية مع اللي هو الشبنت. راح ناخذ العدس، شوف شلون خفيف، وراح نزيد شوية ماي. كل ما خفيتوا احلى، لان بعدين الكبة تطبخ الثقلة. نخليه يطبخ شوي. الحين شوفوا الطريقة، راح تحطون كبة دايركت من الفريزر. شوفوها، كبة بعيدة على الثانية، تنطرون شوي. كل ما حطيتوا واحدة طبخ، تحطون اللي بعدها، حتشد معاكم الكبة. بسم الله. طبعا مسوي اربع حبات، تقولون تسوون اكبر على جدر اكبر، وتضاعفون المقدار. شوفوا الحين ما تجيسونها، تبدا الكبه تطفح تطفح تطفح، بعدين قصروا عليها لما تستوي، تاخذ لها ربع ساعه بالضبط، من ربع الى ثلث ساعه. شويه ملح، مو وايد، لان ملح موزون، الملح ماله موزون، اللي فيهم الضغط يقدرون ياكلونه، الملح موزون. ونقصر عليه على نار هاديه. والحين مع النكاب السبع، شوفوا قوام الشوربه، شوفوها، احنا شوفوا، شوفوها تكون قوام الشوربه كذي، شوفوا تكون كذي، وبعدين تقصصونها كذي، شوفوا شوفوها، واو، ومع الشوربه. وش يبيلها؟ عصرة ليمون، خطيرة زبايني، خطيرة. بسم الله. عليكم بالعافية الوصفة. وفشل اللحم لغمة، هذه الوصفة الثالثة، وترقبوا الوصفة الرابعة. عليكم بالعافية، كل عام وانتم بخير.